السلام عليكم متابعين الاعزاء، واهلا بكم بهذا الفيديو. شركه ريلمي اعلنت عن هواتف اثنين بالسوق الصيني واللي هم الريلمي كيو 5 برو بالاضافه للريلمي كيو 5. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نتعرف على كم التفاصيل الخاصه بهذول الجهازين. اكيد اذا كنت مهتم خليك وياي. اهلا بكم مره ثانيه بهذا الفيديو. شركه ريلمي اطلقت جهازين واللي هم الكيو 5 برو والكيو 5. الكيو 5 برو جهاز تقريبا مشابه للريلمي جي تي نيو 2 اللي توفر عندنا قبل فتره، مواصفات تقريبا نفس الشيء. نتكلم عن شاشه بحجم 6.6 انش من نوع اموليد E4، تجي معدل تحديث 120 هرتز. يعني نتكلم عن شاشه طبق الاصل من الشاشه الموجوده بهاتف الريلمي جي تي نيو 2، ما بها اي اختلاف، حتى بالنسبه للشكل تقريبا نفس الشيء. وحتى ايضا عندما اتكلم موضوع الاداء والمعالج، فهو نفس المعالج المستخدم بالريلمي جي تي نيو 2، راح يكون هو السناب دراجون 870. بكل تاكيد لما اتكلم عن اداء هذا المعالج فهو اداء ممتاز جدا، اداء قوي، يعتبر فلاج شيب. وهذا المعالج هو معالج في اراد ينزل ب 2020، ولحد الان يعتبر اداء جدا ممتاز. بالاضافه انه راح يحتوي على خيارات رام 6 و8 جيجا بايت وذاكره اما 128 او 256 جيجا بايت. بالنسبه للكاميرات الخاصه بهذا الجهاز فراح يكون عندنا ثلاث كاميرات خلفيه اساسيه 64 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، كاميرا ثالثه مستشعر عمق بدقه 2 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه راح تكون بدقه 16 ميجا بكسل. يعني حتى ايضا موضوع الكاميرات فما باختلاف جوهري عن الريلمي جي تي نيو 2، تقريبا نفس الارقام الموجوده بذاك الجهاز راح تكون موجوده بهذا الجهاز. وبالنسبة للبطارية، هذا الجهاز راح يجي بطارية بحجم 5000 ملي أم وبشحن سريع بقدرة 80 واط، بالتأكيد رقم ممتاز بالنسبة للشحن. وحتى أيضا بالنسبة للبطارية، تعتبر أرقام ممتازة جدا بالفترة الحالية. أما بالنسبة لسعر هذا الجهاز، فسعر هذا الجهاز لأقل نسخة واللي 6 مع 128 جيجا بايت راح يكون بسعر 300 دولار. طبعا بكل تأكيد كالعادة هالأسعار هي أسواق السوق الصينية مو الأسواق العالمية. هذا كان بالنسبة للجهاز الأقوى واللي هو الريلمي كيو 5 برو. الآن نتكلم عن النسخة العادية واللي هي الريلمي كيو 5. هذا الجهاز أيضا ما راح يجيب أشياء مختلفة جوهريا عن الهواتف الموجودة حاليا بنفس الفئة السعرية. نتكلم عن شاشة بحجم 6.6 إنش من نوع IPS LCD راح تكون معدل تحديث 120 هرتز. بالنسبة للمعالج أو الأداء، هذا الجهاز راح يستخدم معالج من كوالكوم سناب دراجون 695، معالج ترند ومشهور جدا خلال هاي الفترة من هاي السنة، مستخدم حاليا بهواية أجهزة موجودة بالفئة المتوسطة. وهذا الجهاز أيضا راح يجي بهذا المعالج بالإضافة لرام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة أما 128 أو 256 جيجا بايت. ما أريد أتكلم هواي عن أداء هذا المعالج، لأن أداءه صار مثل ما نقول معروف بالنسبة لأغلب الناس، هو أداء متوسط، ما راح يعطيك أداء كلش قوي، وبنفس الوقت أداء ما راح يكون سيء، لأنه معالج حديث ومعمارية حديثة، بالتالي راح يقدم أداء جيد بالنسبة لهاي الفئة السعرية. بالنسبة للكاميرات الخاصة بهذا الجهاز الريلمي كيو 5، فراح يكون عندنا ثلاث كاميرات خلفية، 50 ميجا بكسل أساسية، كاميرا ثانية للعمق 2 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة للماكرو راح تكون أيضا بدقة 2 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية فراح تكون أيضا بدقة 16 ميجا بكسل. يعني نتكلم عن سيت أب كاميرات اعتيادي، ما بشيء مبهر جدا، وبنفس الوقت ما يعتبر كل السيء ما عدا نقطة واحدة واللي هو عدم احتواء عدسة الألترا وايد. أما بالنسبة لبطاريات هذا الجهاز، البطارية راح تكون أيضا بحجم 5000 ملي أم، والشاحن السريع راح يكون بقدر 60 واط. بالتأكيد سواء كان بالنسبة للشاحن أو بالنسبة للبطارية، فكلاهما يعتبرون أرقام ممتازة بالنسبة للوقت الحالي. الآن نتكلم عن سعر هذا الجهاز. سعر هذا الجهاز بالأسواق الصينية نسخة 6 جيجا بايت رام وذاكرة 128 جيجا بايت راح تكون بسعر 220 دولار. بالتأكيد الجهاز في حال توفر عندنا فأكيد الأسعار راح تكون أقل من هاي الأسعار. الآن بالنهاية الريلمي كيو 5 برو بصراحة واحد من الأجهزة الممتازة، وأتوقع بما أن الشركة طرحت جهاز ثاني بنفس تقريبا مواصفات الريلمي جي تي نيو 2 اللي توفر عندنا بسعر تقريبا 430 دولار، فأتوقع أن هذا الجهاز راح يتوفر بسعر أقل من عنده. لذلك بصراحة راح يكون خيار جدا ممتاز، مواصفاته ممتازة، الأرقام اللي قدمها جيدة. لذلك اعتقد ان سعره راح يكون ارخص من الريلمي جي تي نيو 2، ولكن ارخص بش قد بصراحه ما متاكد من هذا الشيء. هذا كان معلومات بالنسبه لهذا الفيديو. اذا كان عندكم اي سؤال اكتبوا بالتعليقات وان شاء الله راح اجاوبكم عليه باقرب وقت. انا محمد واكيد اشوفكم بالفيديو الجاي.